من جديد برحب فيكم في برنامج خبرياتنا بلا حدود. حتشوفوا معي مشاهدينا كيف قدم المشتركين فيديوهاتهم وكيف كانت آراء لجنة الحكم في العرض المباشر 11. العرض المباشر 11 كان عن الاحتفال بعيد العمال. انتابع شو قدمت جنان وكيل عن فئة الشعر وكيف كرمت العمال بكلماتها. لك جزيل الشكر على التعب وعلى شلال عرق تدفق، لك قبعات سلام من الشمس وباقات ورد مذبوح معطرة، من جبينك تتلألأ حبات الصبر والجسد قاحل كأرض تحتاج المطر، حاملاً عبء المدينة فوق الكتف وترعى البدر ولا تعرف الكلل، تعرجات كفيك هي بصمة الإرهاق في سبيل العيش تناضل وحدك، لك قبلات من جوهر الأرض ليحيا جسداً يعانق السهر، أنتم الكادحون منذ أزل من ذرات الشقاء تخلقون الأمل. جنان عم تثبت للمشتركين اللي ضلوا وكمان للمشتركة نور اللي غادرتنا بإنها عم تبدع من خلال كلماتها اللي بتقدمها في كل برايم. بس خلينا نشوف هل قدرت جنان تقنع الفنانة يارا بكلماتها أو لا. مؤثر جداً الشعر، الكلمات مع الموسيقى مع التصوير مع اختيارها لعدة عامل يعني بمجاله. وسألنا فايا كمان هل عندها تعليق على الصورة اللي قدمتها جنان، فكان ردها كيفك جنان؟ تمام منيحة. لا حبيت الصورة، يعني حسيت عن جد عم تحكي عن كل عامل بكذا مجال مختلف، والصورة مع القصيدة كانوا يعني كملوا بعض. وكمان سألت وائل شو كان رأيه بالمونتاج اللي عملته جنان. المونتاج حلو جدا. عجبني أكثر حاجة، في الثلاث حاجات عجبوني. عادة احنا بنقول ما بنحبش نترجم الصورة بالضبط على الشعر، بس الفيديو ده كان مبرر جدا انك تعملي كده، و يعني بجد. وتاني حاجة الشعر حلو قوي قوي قوي، يمكن ده من التوب 2 من الشعر بتاعك من وقت يوم المرأة. وائل عجبه كتير فيديو جنان، بس كارلا نسته يقول كمان شيء. تالت حاجة نسيتني كارلا. لا ولا ما نسيتك، بس انت نسيت الفيديو. لا زي ما بقولك عجبني الشعر جدا، وعجبني الصور اللي انت حطها. وتالت حاجة الامبريشن او الانطباع اللي خدته انه كل العمال بمختلف مختلف مجالاتهم، ما رحتيش بنا بس او رحتي طباخين بس، او حسيت انه في كان في تنوع، وده اللي عجبني انه بيتكلم على الشخص نفسه اللي بيجدع. برافو عليكي. سالنا جنان قديش بتاخذ وقت لحتى تكتب قصيده، وخلينا كمان نتابع شو كان ترتيبها وشو كان اراء لجنه الحكم. انا بنتظر الوحي، ومهما ما اجى الوحي بتطلع القصيده فورا. أيوة. بسرعه. ايه تنشوف اذا اسرع من علامات لجنة الحكم. جاهزة العلامات؟ اوكي خلينا نشوف. على 75 جنان اسرع من توصيل وائل لفكرته كمان، مش هيك؟ العلامة على 75 لجنان. واو 61. خلينا نشوف ترتيبك. انت رابع مشتركة، وبيكون ترتيبك بالمرتبة الثالثة. شكرا لك جنان. مشاهدينا منتابع بعد الفاصل. بعدنا مشاهدينا مكملين في العرض المباشر 11 والاحتفال بعيد العمال، ومنروح للمشتركين ونشوف المشترك عبد الرحمن من سوريا عن فئة الرياضة شو قدم. بمناسبة عيد العمال قررت انزل على ورشة مليئة بالعمال وشوف شو أكتر شي بيعانوا منه. من بعد المناقشات مع بعض العمال لقيت انه معظمهم عم بيعانوا من نفس المشكلة، وهي آلام بمنطقة الركبة. السبب الرئيسي لهي الأوجاع هي استخدام الركبة أكتر من اللازم، لأنهم عم بيشتغلوا لساعات طويلة بوضعيات جسدية بتحط ضغط زائد على الركبة.
والحل هو تقوية عضلات الفخذ الأمامية عشان تشيل الضغط الزائد عن الركبة، وهذا طبعا عن طريق تمرين واحد فقط من دون استخدام أي معدات. نحتاج لحائط نصنع ظهرنا عليه وننزل للزاوية 90 والتثبيت لمدة لا تقل عن 10 ثواني مع التكرار 4 مرات على مدار اليوم. وبالنهاية بحب لكم تأكدوا من عند الطبيب لعدم وجود أي التهابات بمنطقة الركبة قبل أداء هذا التمرين، ويعطيكم ألف عافية. خلينا نتابع رأي وائل. هو الموضوع يعني ممكن نقول شوية بيسك الفئة توصل الفئة شوية. أنا حسيت الفيديو اللي هو أنا نزلت عند ناس عمال وقلت لهم يعملوا كذا وما كذا، كنت بأمل في حاجة أقوى من كده سنة. يعني حسيته فيديو ممكن نقول إنه برضو سيف، ما هوش يعني في المرحلة دي من المسابقة. يا عبد الرحمن أنت عارف إنه واحد لازم يبقى واقف على رجليه أكتر من كده. مشاهدينا، بعد ملاحظات وائل، عبد الرحمن حاسة إنه هو رح يكون في خطر، بس قبل خلينا نتابع إذا هو بيستحق لايكات من يارا أو لا. بيستحق لايك على الفكرة، يعني الفكرة كتير مفيدة وكتير حلوة ولازم الكل يعرفها أكيد، بس حسيت التنفيذ شوي ضعيف، أضعف من الأشياء اللي مقدمهم سابقا. شكرا يارا. يارا أعطت عبد الرحمن لايك بس ما عجبتها تنفيذ الفكرة. ومشاهدينا، أنا حاسة إنه عن جد هلأ عبد الرحمن في خطر. قبل خلينا نشوف إذا فايا رح تعمل له شير. عن جد كأنك قاعدة بقلبي، لأنه أنا كنت حقول إنه هيدا فيديو بعمل له شير. هلأ ليش بعمل له شير؟ أولاً في معلومات مفيدة وفي معلومات كتير سبيسيفيك دقيقة، يعني على أنت حبيت إنه ما حكيت كتير عموميات وضيعت حالك بكذا تمرين، إنه عندك دقيقة تعمل فيديو قررت تركز على شيء، فهذا كان كتير مفيد للناس يلي بهيدا يعني بهالموقف. حبيته ممكن حدا يكون عنده هاي المشكلة يستفيد، وحسيت حتى يعني اللي بالشباب اللي شفناهم بالفيديو حسيتهم استفادوا وكانوا عم يسألوك إنه كيف، وبحس حيرجعوا يعملوه، فهيك حسيتك ساعدت حدا من قلبك. يعني قالنا عبد الرحمن قديش خروج المشترك نور الإبراهيمي عن فئة السفر والمغامرات أثر عليه. طبعا خروجها من البرنامج أثر علينا كلنا، مو بس علي أنا، بس أنا بصور لحالي قبل ما فوت على البرنامج، فهيدا شيء ساعدني حتى من بعد ما ظهرت إني قدرت أصور نفسي. أنا أخذت شوية هيك تيبس من نور. أكيد موجه لها تحية لنور. خلينا نتابع شو كانت علامات المشترك عبد الرحمن عن فئة الرياضة وشو كان ترتيبه. وترتيبك من بعد العلامة 47. أوكي. عبد الرحمن بتطلع بيوقع. أنت بالمرتبة الخامسة، بس أكيد بنتأكد ومنشوف الترتيب أمامنا. ما بعرف ليه بزعل، بس ما تتوفق. يلا بعد في تحدي آخر. شكرا لك. مشاهدينا منروح فاصل وراجعين. مشاهدينا، الحماس في البرايم 11 عم يزداد، لأنه بالطبيعي بيحمل أكثر من تحدي، والتحدي الأول كان عن الاحتفال بعيد العمال وشفنا شو قدموا المشتركين. أما التحدي الثاني فهو حر واختياري، ومن خلال شو حيقدموا حنقدر نعرف مشاهدينا قديش المشتركين اتطوروا من بداية البرايم الأول. وهلأ نتابع شو قدمت سمر أنطون عن فئة الويلنس. تناول الفواكه يومياً بيساعد بتأمين كتير عناصر غذائية ضرورية لجسمنا. في أنواع فواكه كتير مهمة بس قليل اللي بيعرفوا بوجودها. يلي بيميزها عن غيرها إنه بمجرد تناولها بتحصلوا على كل الفيتامينات والمعادن اللي ممكن تعانوا من نقص فيها. بداية الدراغون فروت الماليزية الموجودة بثلاث أنواع، غير إنها غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية هي بتقوي المناعة. ممكن تستعملوها لتحضير السموتي عن طريق خلطة مع اللبن الغني بالبروتين، وهيك بوقع وحدة بتأمن عناصر مهمة للصحة. الستار فروت الإندونيسية اسمها بدل على شكلها، من أهم نفعها إنها كتير غنية بالفيتامين سي يلي بتساعد لتجديد شباب البشرة والمحافظة على إشراقها. ممكن تستعملوها لتحضير سلطة التفويك الصحية الغنية بمضادات الأكسدة يلي بتحمي من الأمراض. العصاي باريس من أمريكا الجنوبية بتساعد لخسارة الوزن بسهولة لأنها غنية بالألياف يلي بيسرعوا من الأحساس بالشبع. نوالون بالترويقة عن طريق خلطهم مع اللبن وزيادة الشوفان والمواسلي الغنيين بالألياف. وهون هن أهم 3 سوبر فود بتلاقون بمحلات الفواكه المتخصصة بالاستيراد.
بهالفيديو اللي قدمته سمر، هل برأيكم تفوقت؟ خلينا نتابع آراء لجنة الحكم، وبالبداية مع فايا. تفوقت بالجماليات وبالمحتوى من وراء المعلومات اللي عن جد مفيدة، يعني أنا صدقاً هي كل هالمعلومات جديدة، وطريقة كيف طرحتي المعلومات وكل الفريمز والألوان، الألوان يعني كتير كتير حلوين، وبتحسي بدك تنطي جوا الفيديو، ناخد شقفة فويتي كمان هيك تاخدي وتركدي. سألنا يارا عن رأيها بالفيديو اللي قدمته سمر أنطون عن فئة الويلنس بهالتحدي الحر، خلينا نتابع ونشوف شو قالت. سمر من الأشخاص اللي بنطر شو رح يعملوا، لأنه الفيديو تبعها بشهي نظيف عن جد ويلنس، بتحسي التصوير كيف صار حلو، والألوان كيف بتشتغل على تفاصيل رائعة، ما في شيء، وما بعرف انه بنطر كل شيء بتعمله لانه كثير بيعجبني، والاشياء اللي قالتها كثير مفيده. اكيد. بس تفضلي، شو اسمها هيدي شو اسمها الفواكه اللي قبل الاخيره قبل البيري؟ ستار فروت. ستار فروت اسمها، بتقصيها هيك على شكل نجمه، هي فيها كثير فيتامين سي فمنيحه للبشره. هذا الشيء ما كنا بنعرفه. ميرسي على المعلومات. شكرا لك سمر. وائل قال انه المشتركه سمر تطورت كثير عن اول فيديو كان لها في البرنامج، نتابع شو قال هالمره. ده مش اكيد لي وبس، يعني الفيديو من كتر حلاوته يعني بتخيل انه حتى ممكن يكون ممكن حد مثلا زي باز فود او الحاجات اللي هي بره باز فيد ياخدوها ويحطوها، وتيستي والحاجات دي اللي بنشوفها اونلاين. مش معقول حلاوه الفيديو. انت يمكن ده يكون اكتر فيديو تعبك صح؟ كتير تعبنا. لانه كادرات وحتى كمان المعلقه وهي واخده طرف. نتابع سوا شو اعطت لنفسها علامه في اول تحدي، وشو كان ترتيبها في هذا العرض المباشر عن التحدي الحر. اول تحدي ولا شيء. من بعد ما سمعتي وائل اوكي، وهلا الليله هلا يعني بعد في نقاط بعد يعني ثمانيه اوكي سبعه. هن قالوا لك علامه كامله، خلينا نتاكد من علامتك على التحدي الحر. 70. ثانك يو. هال 70 منضيفه على اول علامه، وبيطلع لنا مجموع مع الترتيب. انت اكيد مرتبه الاولى لهلا 138، انت اكيد بال 132 بالمرتبه الاولى لهلا. سمر احتلت المرتبه الاولى مشاهدينا، ويارا طلبت منها تحضر شيء للحلقه الجايه، نتابع شو كان الطلب. إذا فيها تحضر لنا شيء صحي نجربه. لا أنا عايزة الموضي اللي لونه بينك ده. أي وأنا عايزة الستار. أي حاجة. ستار فروت. والثالث واحدة الفاية. أنا الثلاثة. هني وكل واحدة واحدة، أنا ثلاثتهم مع بعض. أوكي. أوكي. ميرسي. ناطرة الكوكتيل لك. شكرا سمر. باي. باي سمر. مشاهدينا، مش بس المشتركين قدموا تحدي حر في هذا العرض المباشر، كمان كارلا تحدت المشتركين. التحدي الحر فتح المجال أمام المشتركين ليحلقوا بمواهبهم وأفكارهم ويقدموا أفضل ما عندهم للمنافسة بلا حدود. وأنا اليوم كمان بدي أتحديكم تحدي حر، وشوف إذا رح تحذروا مين رح أقلد. أنا من لبنان وبحب اليوغا كتير، بحب اليوغا على البحر، على الجبل، على الشجرة، بالسماء، بالسقف، لأنه بتريح لي أعصابي، خاصة إنه أنا كتير كتير صعب كون بحالة استرخاء. قل لي من تكون لأقول لك من أنا، فيديوهاتي كلها مشاعر وفيديوهات رفاقي بغير معنى، أنا والشجن توأم والفرح عدوي أنا. على الميكرو إن شاء الله. مشاهدينا، مثل ما شفنا في التحدي الثاني في هالبرايم، بلش يكشف مين المهدد من المشتركين إنه يكون في منطقة الخطر. وهلأ وصلنا لآخر حلقتنا لليوم مشاهدينا، تابعوني كل يوم بنفس التوقيت، كنت معكم أنا لوريس حراني، تصبحوا على ألف خير.